غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بك مدرسة المسيح. سلام. اهلا سعاده القس الدكتور سامح موريس موجود؟ لا هو كبير قبل الصلاه. اهلا وسهلا بك، ربي يباركك ويبارك تعب حضرتك. طب ربنا يخليك. امين ربي يباركك. نعم. كان عندي استفسار بسيط، هل في امكانيه لو في شخص عنده علم يعني رد على الاستفسار بتاعي؟ طيب هو ممكن حضرتك تديني حد صح؟ ما في حد جنبك الان ممكن يرد على الاستفسار لو تكرمتي؟ استفسار ايه؟ في الكتاب يعني في الانجيل ولا في ايه؟ نعم استفسار في الانجيل. نعم. امال ايه؟ ايوه في الانجيل، استفسار في الانجيل. في الانجيل؟ لا يوم الحد حضرتك. طيب حضرتك طبعا مسيحيه، هل في امكانيه لو سالك سؤال بسيط يعني اي واحد ممكن يرد عليه؟ بشكل اولا انا بشكرك على هذه المساعده. ثواني بس حضرتك. انتظريني ثانية واحدة، في إمكانية ثانية واحدة بس لو سمحتي. طب يا فندم الوقت حضرتك يعني سمعانا كويس الآن، الصوت على الصوت واضح الآن؟ متشكرين. أنا بشكرك على هذه اتساع صدرك السيدة محترمة، وده يعني المفروض تعليم يسوع يقول باركوا لعنيكم احسنوا لمبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. تمام يا فندم؟ امين. ربنا يبارك. امين طبعا. وبعدين يسوع بيقول يعني ايه؟ فحضرتك اولا في امكانيه ناخد بركه ونعرف مين حضرتك معايا، بس معاك الاستاذ ابو مريم من امريكا. اهلا بيك. مين حضرتك الاول؟ انا مريم. مريم. حضرتك بالمناسبه انا ابو مريم، بنتي اسمها مريم. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. شكرا يا فندم على هذه الاتصال. طبعا حضرتك المفروض كمسيحي ننفذ تعليم المسيح، نحفظ تعليم المسيح. المسيح بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياكم. الكلام ده مظبوط يا فندم؟ حفظ الوصية. اخر شيء قال يسوع قبل الصعود، قال علموهم جميع ما اوصيتكم به. فالمفروض ايه؟ اذا كنا نحب يسوع بنحفظ وصايا يسوع. تمام يا فندم؟ يسوع في موعظة الجبل قال كلام بصراحة يعني كلام من ذهب يكتب بماء الذهب. قال ايه مثلا على سبيل المثال؟ بيقول ايه؟ متى 5:38 سمعت انه في عين بعين وسن طبعا الثوراء العهد القديم. واما انا اقول لكم لا تقاوموا الشر. من لطمك على خدك الايمن تحول له الاخر. ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. ممتاز ممتاز. ويقول كمان ومن سخرك مينا واحدا فاذا معك مين. ومن سالك فاعطيه. كلام جميل جدا يعني. ومن اراد ان يفترض منك فلا ترده. سمعت انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. فاما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم اتقوا لعنيكم احسنوا لمبغضيكم وصلوا لاجل الذين ممتاز. اذا هنا الخلاصه هنا يسوع بيقول حسب العهد الجديد عهد المحبه بيقول فيه لا تقوم الشر. بيقول كمان من يراد يخاصم الرب الشر. بالمناسبه يا فندم سيده مريم كلمه توبه في اللغه اليونانيه كيتون، وكلمه كيتون تعني الملابس الخارجيه، وكلمه الرداء في اللغه اليونانيه تعني هيميتون، وكلمه هنا تعني الملابس الخارجية أو الداخلية. يعني شوف الكرم يسوع والسماح، يعني إذا أراد واحد حتى ياخذ ملابس في الخارجية أعطيه الملابس الداخلية. هنا برضه في شواهد على هذا كلام الكتاب المقدس، مثلا مش كلام يسوع بس، عندك كلام بولس. بولس في رومية 12:17 لا تداوي أحد عن شر بشر. كذلك بيقول في رومية 12:18
انت انا ممكن طب انا ممكن اقطع طريقتك يا حضرتك في ده. انت لو حضرتك عايز استفسار عن ايات الكتاب لا لا خلاص انا مش هطول على حضرتك. هو دي واحده سؤال بسيط. هو هي في الكنيسه وانا المفروض اسمع لا هي ثانيه واحده قدامي بالمفاتيح لازم نكتب هي ثانيه واحده. السؤال يا فندم حضرتك هل دلوقتي لا سمح الرب يعني في واحد دخل بيت واحد مسيحي في يوم هذا الكلام لا تقوم الشر ما نظمك كان تصدق كلام حق باركوا عليكم لو دخل بيته ووجد شخص شرير بيغتصب احد من اهله هل يسوع هل هذا الشخص المسيحي هيكسر الوصيه وهيقتل هذا الشخص او يحافظ على الوصيه اللي بتقول لا تقوم الشر من نظمك على خدك الايمن او الاخر باركوا اعدائكم احسنوا بنفوسكم وقللوا صلوا لاجل الذين يسوعون في اختيارين الاختيار الاول تكسر الوصيه والاختيار الثاني ان انت لازم تنفذ الوصيه ولو كسرت الوصيه اذا كلام يسوع ليس كلام الرب لان كلامه لا يستطيع انسان ينفذه انت دخلت بيته بعد قسم زوجتك فايه الرب حضرتك نعمل ايه دلوقتي؟ تيجي تقعد مع خدمه الكتاب المقدس يكون دارس الكتاب المقدس وتسال حضرتك كل الاسئله اللي انت عايزها انا بسالك انت يا سيده مريم لكن كلام كده في التليفون ده مش هيطلع يا سيدة مريم أنا بسألك كمسيحية يا مريم يا سيدة مريم أنا بسألك كمسيحية هتقفي أمام الرب يوم القيامة أنتِ لا هو مش هرد عليك بس أنت هتكتب الوصية ولا تنفذ الوصية دي ليها طرح ودي ليها طرح لا ما لا يا لا الكلام واضح يا سيدة مريم الكلام واضح الكلام واضح أنا أسفة أنا مضطرية أقل لأن هما مسميني وهيقتلوني سيدة مريم أنتِ مكسوفة تردي بس أنا عاوز أقول لك شيء هذا الكلام لا يقبله إنسان عاقل لان لو انت صممتي على هذا الكلام ما كسرتيش الوصيه هترفي والعياذ بالله واحد اختطف لو انت كسرت الوصيه اذا كلام يسوع لا يصح. حتى لو اخرت الاستاذ وسام عبد الله من غرفه الحوار الاسلامي المسيحي برنامج البطوق وانا بعرف مناظره على اكبر علماء الغرفه الصادقه. اهلا وسهلا بيكي بلغيهم ما قلت. شكرا كده بس. كان معاكم على الهواء مباشره الان برنامج مدرسة المسيح كنيسة البروتستانتية مقدم البرنامج القس الدكتور سامح موريس بالمناسبة سامح موريس اتصلنا بيه أكثر من كده وهرب أكثر من مرة القس الدكتور سامح موريس هو راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبار وهي كنيسة تابعة للسند في الإنجيل مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا